أحلى صباح لأحلى مشاهدينا ولكل المواطنين. تحدي اليوم يطرح العديد من التساؤلات الرهينة التي تفرض علينا التصالح مع الطرقات وإعطاء الطريق حقه وحماية لأرواحنا وأرواح الآخرين، وأفهم ما ينتظرنا هو فعلا تحدي لنا جميعا. مرحبا. تحدي اليوم نسعى من خلاله إلى الخروج من التصورات النمطية لحوادث السير والبحث في المتغيرات النفسية والثقافية والاجتماعية التي تتحكم في تمثلات وسلوك مستعملي الطريق وما تسببه من حوادث على الطرقات. فكيف إذن يمكن تفسير السلوك البشري المرتبط باستعمال الطريق وعدم احترام قوانين السير؟ وما هي المتغيرات النفسية والثقافية المتحكمة فيه؟ وكيف يمكن لوسائل الإعلام أن تساهم في التربية على السلامة الطرقية؟ والمناسبة شرط مشاهدينا، ففي 18 من فبراير من كل سنة يخلد المغرب اليوم الوطني للسلامة الطرقية، فأي دور للمواطن في إنجاح تحدي الحد من حوادث السير؟ إمكانية الرد على هذا التساؤل نستضيف له مع جزيل الشكر السيد نور الدين بوطيب، الرئيس المؤسس للمرصد المغربي للسلامة الطرقية والتكوين المهني وخبير في مجال السلامة الطرقية. صباح النور سيدي ومرحبا بك معنا. كما يسعدني أن أرحب معنا بالدكتور سعيد بالفقي، أستاذ جامعي مستضاف في عدد من المؤسسات الجامعية، فاعل جمعوي وباحث في قضايا المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وباحث في قضايا النوع الاجتماعي، باحث أيضا في السوسيولوجيا التربوية. صباح النور أستاذ سعيد ومرحبا بك معنا. بارك الله فيك، تحية لك وتحية للطاقم المرافق ولكل مشاهدي الكرام. مرحبا. طيب أستاذ سعيد بالفقية، في 18 من هذا الشهر سيتم الاحتفال باليوم الوطني للحد من حوادث السير، يعني أتساءل مع كيف يمكن فهم عدم احترام قوانين السير من منظور اجتماعي، وكيف يمكن تفسير حوادث السير في غيابها في علاقتها بغياب إدراك المخاطر أستاذ سعيد؟ تحية مجددة لك والطاقم المرافق. مرحبا سيدي الكرام. هو في الحق أستاذ هذا يعني واحد الظاهرة اللي كنعيشوها يوميا، فبالتالي تخصيص يوم لهذه الظاهرة أنا أعتقد بأنه خصنا نخصصوا لها 365 يوم. لماذا؟ لأن هي سلوك يومي. نعم. يعاش كل يوم على مدار السنة. نعم. فبالتالي لمجابهة هذه الظاهرة بكل تداعياتها، وطبعا التداعيات كلها سلبية، خصنا نوضعوا في أمام الاعتبار ديالنا بأن هي جزء من التمرد على الانضباط الاجتماعي. صحيح صحيح. هي تمرد على القوانين، عدم تمثل يعني حتى المستعمل للطريق ومن خلالها للفضاء العام ما كنلقاوش عنده، ما كنلمسوش عنده بانه يتملك هذا الفضاء العام كملكيه خاصه، يعتبره ليس ملكه، فبالتالي يقوم بتهور، بسلوك متهور، بسلوك غير منضبط، بعض الاحيان يقوم باسقاط يعني تداعيات شخصية على الفضاء العام، بالتالي على السلوك في الفضاء الطرقي، يقوم بإسقاط السخط، يقوم بإسقاط الفشل، تمام، إلى غير ذلك من التداعيات السوسيو نفسية التي تؤدي إلى عدم احترام هذه القوانين. فبالتالي هذا ما يدعو، أنا أعتقد بأنه ليس يعني هذاك اليوم اللي تنخصصوه، جميل أننا نحتفلوا به، ولكن نحتفل بأرقام متدنية لتداعيات هذه الظاهرة، إن لم أقل هذه الكارثة، لأن كارثة تودي بحياة البشر، تمام، تودي بالعربات، تودي بالاقتصاد، يعني تداعيات اللي ممكن كتنجمع لها أرقام جد مهولة من مخلفات معاقين أو أشخاص ذوي الإعاقة، من أرامل، من يتامى، من أشخاص يبقون عالات على المجتمع، إلى غير ذلك من التداعيات. لهذا قلت هذه الظاهرة لابد أن نعطيها ما يلزم
على مدار السنة وليس فقط يوم واحد. يوم وليس واحد. فقط يوم واحد. تمام. نعم. طيب أستاذ سعيد سأوصل معك في انتظار أن يلتحق بنا أستاذ نور الدين بوطيب. هل يمكننا الحديث اليوم عن العامل الثقافي في تأثيره السلبي على سلوك مستعملي الطريقة؟ ليست لدينا ثقافة الطريق أستاذ سعيد. وفي الحقيقة لا ينبغي أن نعمم حتى لكنا منصفين، نحن نتحدث بلغة علمية، فبالتالي التعميم ينبغي أن ينخضع لدراسة ولأرقام. تمام. نحن ليست لدينا دراسات وليست لدينا لدينا أرقام ديال عدد الحوادث، لدينا أرقام عدد المصابين، ولكن عدد تمثل ثقافة الطريق لا نعلمش. فبالتالي ما ينبغي أن نقوله هو أنه كان رصد هذه الظاهرة، وأن ثقافة الطريق هي بصفة عامة ثقافة الطريق منبثقة من ثقافة التعايش المفترض في الفضاء العام. الفضاء العام اللي الطريق هي جزء منه. فبالتالي هذه الثقافة نرصد أو ما يتم رصده هو أنك ازدواجية المعايير لدى واحد نسبة معينة حتى لا نقول رقم معين. هناك ازدواجية المعايير. نعم. يعني على مستوى الخطاب الجميع يتحدث عن ضرورة احترام هذه القوانين. الجميع ما يمكنش نلقى شي واحد ما يتحدثش على احترام هذه القوانين ولا احترام الفضاء العام بصفة عامة وقانون السير والجولان بصفة خاصة. ولكن في نفس الوقت نجد نسبة من هؤلاء الذين يتحدثون بضرورة احترام هذه القوانين منهم تنبثق جزء أو نسبة معينة التي ترتكب تلك المخالفات والتي ترتكب ذلك التمرد على ذلك القوانين. تمام. والتي تمارس يعني نوع من المعاكسة الفكرية والثقافية كما قلت لهذا الجانب. فبالتالي تملك ثقافة طريق ينبغي أن تكون مكرسة على مستوى الفكر وعلى مستوى الممارسة، وإلا أكيد. فسنكون أمام نقيضين لا ينبغي أن نغتر بوجود معيار دون آخر. تمام. طيب واصل دائما معك أستاذ سعيد بالفقه، ونتساءل هل للعامل النفسي أو الاجتماعي أيضا دور في حوادث السير؟ كما يقول الخبراء نجد الإحباط، العدوانية، القلق المتواصل، الضغط النفسي، العصبية، الخوف أيضا من الحوادث، كلها عوامل مباشرة، أم ربما السبب يكمن في عدم إدراكنا للمخاطر؟ نعم أستاذة خديجة، هو أي سلوك له تداعيات وله خلفية سيكوسوسيولوجية. تمام. يعني لما نتحدث عن سيكوسوسيولوجيا نستحضر الجانب النفسي والجانب الاجتماعي. نعم. هذين العاملين يعني يتكاثفان من حيث أن ينتجان سلوك معين، ولكن الأسباب لابد أن يعني أن نعرج على فقط على بعضها، وهو عند البعض استهانة بالحياة الشخصية، يعني نظرا كما قلت لفشل في حياته الاجتماعية أو ل يعني تحويل الرغبة في تحويل إخفاقات إلى سلوك متمرد، هناك بعض الأحيان إلى جلب الأنظار. نستحضر هنا واحد الحالة اللي وقعت أيام كورونا، واحد الشاب يعني أراد استعراض عضلات وجا وقف أمام الترام وأخذ يعني كأس فنجان قهوة وأخذ بين قوسين يعني يقض قهوة أمام ممر الترام. تمام. هذه يعني سلوكات. تمام. يعني هي فيها استعراض العضلات وفيها أيضا تحويل الإخفاق الاجتماعي إلى سلوك التمرد. تحويل الإحباطات النفسية إلى التحول إلى محط اهتمام. تمام. ومحط يعني جذب الأنظار حتى لا يكون يعني محط سخرية من أنه فاشل اجتماعي ويعني وفاشل على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي. هذه كلها عوامل يمكن أن تتكاثف كلها أحيانا أو بعض منها أحيانا أخرى كتنتج لنا سلوكات طرقية منحرفة معطوبة نتيجة أعطاب اجتماعية نتيجة أعطاب سيكوسوسيولوجيا. تمام. طيب أرحب مجددا بالأستاذ نور الدين بوطيب معنا. مرحبا أستاذ نور الدين. مرحبا أستاذة خديجة، شكرا على الاستضافة وشكرا موصول كذلك
لطاقم هذا البرنامج. مرحبا نورتني. طيب أستاذ بوطيب، اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير، هل يعد حقا خطوة من أجل الحد من حوادث السير وتحسيس الجميع بخطورة الأمر وأيضا تحمل مسؤولية كل تصرف طائش قد يصدر من السائق أو الراجل، يعني الراجلون؟ فعلا أستاذة خديجة، أولا وقبل كل شيء، أولا السلامة الطرقية هي مجموعة من الإجراءات والخطط التي تقوم بها الجهات المسؤولة لمنع وقوع حوادث السير وتحقيق سلامة الأفراد والمجتمع ومنحهم الحق في وجود يعني فضاءات طرقية آمنة. نعم. بالنسبة لليوم الوطني للسلامة الطرقية التي تصادف 18 فبراير من كل سنة، هو يوم يشكل يعني مناسبة لتقييم مختلف العمليات والبرامج المنجزة لمواجهة حرب الطرقات، ولتجديد يعني التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود والتحسيس بالكلفة الاقتصادية والاجتماعية. إذن هذا اليوم هو يوم احتفالي لاستشراف المستقبل وبرامج مستقبلية من أجل تحسين شروط السلامة الطرقية فعلا، وكذلك لتحديد يعني الإكراهات التي اعترضت التنزيل الصحيح للاستراتيجية الوطنية المندمجة في مختلف المجالات ومختلف المحاور. جيد، سأبقى معك أستاذ نور الضيب. طيب، هل يمكن اعتبار الأسباب التي تجمع ما بين تقصير مسؤولين من جهة، تهور السائقين، أيضا الطرقات الرديئة هي المتسببة في حوادث السير، هل تقومون برصد هذه العوامل في المرصد لتشخيص الظاهرة؟ بالنسبة لهذه الظاهرة، ظاهرة حوادث السير، نحن في المرصد نرصد يعني الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذا الأمر، والملاحظ أنه جميع يعني الجهات في بلادنا وكذلك على المستوى العالمي أجمعت أنه هناك يعني تقريبا 80% من هذه الحوادث سببها العامل البشري، وذلك إما يعني هذه الحوادث التي تتوقع السبب فيها العامل البشري تتكون إما السرعة المفرطة أو عدم احترام علامات التشوير أو التهور أثناء السياقة. تمام. وكذلك هناك أسباب أخرى نذكر منها البنية التحتية والحالة الميكانيكية لبعض السيارات. طيب، ربما الدكتور أستاذ بوطيب يقودني الحديث عن حالة عدد من السيارات الميكانيكية المتردية، ما دمنا نتحدث عن الأسباب، والتي كان ربما من المفروض أن يتم الحجز عليها وتمنع من الجولان وترمى، لكن ما السبب في بقائها تتجول وبالتالي ستتسبب في حوادث كثيرة على الطرقات؟ أستاذة، على حد علمي، عفوا، على حد علمي الوزارة يعني المعنية يعني أعطت اعتمادات مهمة بالنسبة للسائقين المهنيين وفتحت لهم المجال. هذا ما أريد أن أصل إليه. فتحت لهم المجال. صحيح. نعم، وفتحت لهم مجال أنه اللي عنده شي سيارة أجرة متهالكة أن يتقدم بها من أجل يعني لاكاس والدعم ديالو والتشجيع ديالو لاقتناء سيارة جديدة في المستوى المطلوب، لأنه كما تعلمون هؤلاء السائقين المهنيين يستعملون الفضاء الطرقي بشكل يومي. نعم، جيد. سأعود لك بطبيعة الحال في نقاط أخرى، ولكن دعني أنتقل للدكتور سعيد بالفقيه. بأي الطرائق يمكن أن تساهم وسائل الإعلام، منظمات المجتمع المدني، وأنا أعلم جيدا أنك تشتغل في هذا المجال، مؤسسات التعليمية أيضا، في التربية على السلامة الطرقية؟ وأتساءل معك يعني ما هي السلوكيات الوقائية للتخفيف من حوادث السير؟
نعم أستاذة خديجة، تحية لضيفك الكريم الذي التحق بنا. هو في الحقيقة عندما نتحدث عن المجتمع المدني كما قلت، فالمجتمع المدني هو من ذي الأدوار دياله هو يعني الإسهام وتكملة وإغناء السياسات العمومية الرسمية للدولة. فبالتالي المفروض الآن من المجتمع المدني هو أن يكون لديه تلك العلم الراصدة لحاجيات المجتمع أو لأعطاب المجتمع أو لانتظارات المجتمع. فبالتالي لا يمكن أن تخفى على عين أحد أننا نحن الآن أمام ظاهرة مستفحلة بسبب عدد من العوامل كما قال الأستاذ مشكور، ولكن الآن نحن أمام ظاهرة، إذن لابد من تدخل. فبالتالي أكيد أصبحنا أمام إشكالية النهوض بالوعي الجمعي في هذا الجانب. جيد. بمعنى ضرورة وحتمية تملك مشاريع بيداغوجية تستهدف النهوض بالإدراك الجمعي لهذه الظاهرة والتحديث بها كمهدد من مهددات الحياة الإنسانية. نعم. ليس فقط على مستوى فقد الحياة، ولكن كما قال الأستاذ هناك مجموعة من المخلفات والتداعيات والتكلفة الكبيرة التي تخلفها الدائرة. فبالتالي هناك لابد من تسطير برامج والخروج إلى الشارع الدهان وتقريب هذه الخدمات وهذه الأنشطة إلى المستهدفين منها بكل أنواعهم، ليس فقط مستعملي الطريق، ليس فقط السائقين، الكل مدعو إلى تملك هذه الثقافة من خلال وسائل الإعلام، من خلال برامج القرب، من خلال أنا أقول بأنه لابد في بعض الأحيان حتى أن نستعمل تهويل أخطار الطريق، وأن بعض الصور هي أنها تكون مرفوضة على مستوى الصورة الإعلامية، ولكن باش ندخلوا الخوف ونوريوا الحجم ديال الخطورة ديال هذا خصنا نستعملوا بعض الأحيان بعض الصور بين قوسين هي أنا أقول بأنها هي صعبة ويعني صادمة، ولكن راه كنرصدوها في الواقع، لما لا نشاهدوها كذلك في وسائل الإعلام حتى ندخل إلى كل البيوت. سأبقى دائما في الإعلام وأتوجه أستاذ نرضي بوطيب ونتساءل جميعا عن مجالات التعاون بين الوسائل الإعلامية والجهة ذات العلاقة تحديدا المرصد المغربي للسلامة الطرقية والتكوين المهني في تفعيل الالتزام الذاتي بأنظمة المرور وقواعد السلامة. أستاذ بوطيب، بطبيعة الحال أستاذ خديجة، المرصد المغربي للسلامة الطرقية والتكوين المهني هو دائما في علاقة وطيدة مع وسائل الإعلام نظرا للدور الفعال التي يلعبه هذا الحقل الصحفي في إيصال المعلومة للمواطنين، وكذلك يعني بالبرامج الحوارية والبرامج التوعوية والتحسيسية والوصلات الإشهارية المرتبطة بالسلامة الطرقية. تمام. غير إلى كن سمحتي أستاذة نرجع لشيء ما إلى قاله الأستاذ. يعني المجتمع المدني هو شريك أساسي يعني في هذا الجانب، لأنه كيف كتعرفوا هو تيكون قريب للمواطن أكثر، وكتلاحظوا بأنه تيكون واحد مجموعة ديال الحملات ميدانية صحيح تحسيسية. تمام. ودائما احنا كيبقى الهم الوحيد ديالنا وتنقولها هذه دائما يعني هما الناشئة، لأنه بغينا نرسخوا لهذه النشئة يعني ثقافة السلامة الطرقية باش يكونوا واعيين يعني بالخطورة ديال الطريق. وبالمناسبة الأمس كانت تعطات انطلاقة ديال البوابة ديال الشهادة المدرسية، واللي كانت تعطات الانطلاقة ديال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع وزارة التعليم الأولي والرياضة. جيد. أستاذ سعيد، يقول مختصون إن وقف النزيف الدموي على طرقات المغرب أمر ربما صعب، لكن مع تضافر جهود الجهات المعنية، تعاون المواطنين، إصرارهم أيضا على إحداث التغيير المطلوب والحل الوحيد، كيف وبأي الطرق وبالتالي ما هي السبل المتاحة اليوم؟ نعم أستاذة خديجة، هو لابد من استحضار المسؤولية الفردية أولا. يعني هناك مجموعة من السياسات العمومية، بالرغم من أنها مازال ما وصلناش يعني النتيجة اللي كنطمحوا لها جميع، ولكن هناك مسؤولية فردية للمواطن.
استعمال الطريق يعني هو مسؤولية فردية، مسؤولية ديال كل مواطن على حدة. هذا جانب. الجانب الآخر هو يعني لابد من مجموعة من المؤسسات حتى لا أفصل، يعني استحضار الوازع الديني لدى هذا المواطن، ما دمنا أننا الحمد لله لدينا خلفية يعني إسلامية ونحمد الله عليها، واستحضار الوازع الديني خصوصا لما نأتي بواحد الآية من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأننا قتل الناس جميعا. تمام. بالتالي استحضار هذا الوازع ولكن خصو يحضر بقوة في حياة اليومية، لأنه هذا التهور وهذا التمرد على القانون وهذا الاستهتار بالحياة للإنسان هو بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى تداعيات من بينها قتل الأنفس. جيد. على 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 ذكر هذه القيم أستاذ سعيد، أتساءل معك لأن الوقت يدركنا، ما هي المقاربات لتفعيل هذه التوعية المطلوبة واللي إحنا في مسيس الحاجة إليها؟ نعم، المقاربة لابد أن تأخذ عنوان كبير، وهو أن نتوجه نحو نموذج سلوك طرقي جديد ومتجدد. كيف؟ يعني حتى لا نبخس الأمور، هناك يعني كانت هناك مقاربات ولكن اعتمدت فقط على المدرسة من خلال المناهج الدراسية وأنشطة الحياة الدراسية، ولكن الآن المطلوب هو إشراك كل مؤسسات المنظومة التربوية، أقول وليس المنظومة التعليمية، المنظومة التربوية بكل مكوناتها. تمام. سواء الأسرة، المدرسة، الإعلام، مؤسسات الوساطة، المجتمع المدني، دور الشباب، مخيمات، إلى غير ذلك من المؤسسات التي لها دور لصيق بالناشئة. أقول لأن الآن خصنا تكون عندنا رؤية استراتيجية، خصنا نعتقل الناشئة، لأن مننا بغينا مننا 10 سنين أو مننا 15 عام تكون عندنا ناشئة مؤمنة بالثقافة ديال السلوك الطرقي. تمام. كذلك ما نساوش المقاربة الزجرية. المقاربة الزجرية لابد أن نحافظ عليها، لأن المحافظة عليها هذا ليس يعني قهرا لمستعمل الطريق، ولكن ما بيدينا حيلة، لابد من تطبيق القانون وتطبيقه بحذافيره بكل صرامة وبكل حزم. أكيد. حتى هذه المقاربة الزجرية تتحول هي بنفسها إلى مقاربة تربوية. تماما. نعم. طيب أستاذ نوردي بوطيب، ما الدور الذي تقومون به في الوقاية من حوادث الطرقات، حوادث السير، وبالتالي ما هي الآليات التي توظفونها للتوعية للتحسيس بمخاطر حوادث السير، ومن وجهة نظرك ما هي التصورات التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع للحد من هذه الحوادث، من حرب الطرقات؟ للحد من هذه حوادث حرب الطرقات. نعم. هي اولا وقبل كل شيء خاص تكون ديك الاستمراريه في التوعيه والتحسيس، وحنا كمرصد مغربي للسلامه الطرقيه والتكوين المهني يعني تنشتغلوا طيله السنه على هذا الجانب، وبالخصوص في الاعياد الدينيه والاعياد الوطنيه والعطل، لان كتعرفوا في هذه الفتره تتكون حركه السير والجولان تتكون مكتفة، وهنا كننزلوا للشارع أو في بعض المحطات الطرقية وكنعطي واحد المجموعة ديال الخطابات سواء للسائقين المهنيين أو للمسافرين باش ياخذوا الحيطة والحذر. ودائما حنا كنحاولوا يعني نشتغلوا تحدي المرصد. تحدي المرصد. نعم. أين يتمثل؟ تحدي المرصد يتمثل اولا احنا تركزوا على تنزيل يعني الاستراتيجيه الوطنيه اللي وضعتها الحكومه، يعني اللي كان الهدف منها هو تقليص يعني حوادث السير ب 25% في غضون 2020 اللي كانت دازت، وب 50% ان شاء الله بحول الله في غضون 2025. نعم. طيب إذن بهذا سنصل لختام تحدي اليوم. أشكر كل من السيد نور الدين بوطيب الرئيس المؤسس للمرصد المغربي للسلامة الطرقية والتكوين المهني وخبير في مجال السلامة الطرقية. شكرا جزيلا لك سيدي، نورتني. عفوا. مرحبا. كما أشكر الدكتور سعيد بلفقي أستاذ جامعي مستضاف في عدد من المؤسسات الجامعية، فاعل جمعوي باحث في قضايا المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، باحث أيضا في قضايا النوع الاجتماعي، باحث في السوسيولوجيا التربوية. شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد. العفو والسلام. مرحبا. كل امتنان لكم مشاهدينا على كرمكم، وشكرا أيضا لأحلى فريق عمل، نلتقي مع كامل محبتي.